بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي علاء سيدين، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج. أنا برحب بحضراتكم، أنا بوجه تحية لأسرة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بقيادة السادة الأفاضل رافض بيه صليب ومهندس هشام مستيتا، ودي فرصة جميلة إن أنا أرحب أيضا بالمهندس عصام يوسف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة إن إحنا يعني كان لنا الشرف في التعرف على نخبة من السادة الأفاضل من أبناء الجالية في كافة الولايات المتحدة، وتم اختيار كوكبة جميلة منهم للقيام بمهام الاتحاد هناك وتلبية رغبة أبناء الجالية المصرية في كل ما يخص هموم الوطن وهموم الجالية المصرية. أنا مش بس النهاردة ببارك لبداية بس البرنامج، وأتمنى لأسرة الاتحاد العام للمصريين بالخارج خالص التوفيق وخالص آيات النجاح والود إن شاء الله، وبقول إن اتحادنا في كافة الولايات المتحدة الأمريكية اتحاد واعد بيلبي إن شاء الله طموحات الاتحاد العام للمصريين وطموحات أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا.